رغم الوعود المقدمة بتطبيق ما جاء به دستور 2011 والمتمثل في حق الجالية المغربية في التصويت والتدبير السياسي لشؤون البلاد، إلا أنه لا جديد في الأفق بعد رصد غياب أي تغيير للوضع الراهن، مما اعتبرته الجالية إقصاء ممنهج لخمسة ملايين مغربي. متابعي بوابة مغاربة العالم إميغو 24 تابعوا معنا هذا الميكرو تروتوار باش تعرفوا رأي مغاربة بروكسل على هذا الموضوع. كنظن بان الحق المشاركه في الترشيح والتصويت هو حق دستوري. كنا كنتظروا بان المغاربه يشاركوا، للاسف الشديد ما تحققش هذا الحلم. ما عرفتش شكون اللي مسؤول عليه، ولكن هذه ديمقراطيه فتيه في المغرب. كنعتقد ان الناس يصبروا شويه ويتذاكروا وممكن يكون الحلول، ولكن كنعتقد كاينين اللي بغى يشارك يقدر ينتقل للمغرب ولا عبر طريق الوكاله ولا يشوف شي حلول اخرى، ولكن هذا حق دستوري يجب ان لا نتنازل عليه وان نناضل من اجله حتى يتحقق ان شاء الله. ولو كان عندنا الحق كجاليه في التصويت غادي تشارك تصوت؟ اكيد غادي نشارك بكل ما اوتيت من قوه، لان هذيك بلادي. كنقول بان المغرب شجره، بان احنا في هذه البلاد هذه الجذور ديالنا في المغرب والاغصان ديالها هنا. يعني المشاركه في بلادنا ما ضروري خصها تكون، وغادي نساهموا خصنا نساهموا من جميع كل واحد من الموقع ديالو. نشر رايي لوكين حسن وغانا من هاك شي التصويت نسن وغنفع نشا ونزيد نستفيد شي، ما غاديش فار ما طار ونحرم صافي اني مغيني بحالك طواقه شكوره ديال المغرب تي تصويت تشا شعم ماس وانتخبوا وسربوا ميقان الانتخابات ايمي امني وزيز نزري شادي شفان إيوا خصها تنتخب تصوتت باش تبدل الحكومة تخشى حاجة ديس فوت. وي خاد انتخبات قلت شو تقول خاد انتخبات قلت شو خاد انتخبات ما غاديش فان مرة طار ونحرم. إقصاء الجالية المغربية، حنا بالنسبة لي أنا ما كاينش إقصاء، ما كاينش إقصاء، لأن حنا هنا في موجودين في بلجيكا كوم دي سيتويان، نو سوم با كوم دي سيتويان بلج. دونك كاين واحد العدد ديال الاشكاليات في هذه القضيه ديال المشاركه في الانتخابات. شكون اللي غادي يشارك في هذه المغاربه؟ دابا المغاربه كنعرفوهم كاع حنا متجنسين، وانا منتخب في المجلس البلدي بروكسل كابيتال، ومن اللي كترشح في حزب سياسي بلجيكي وكتصبح عندك الجنسيه بلجيكيه وكتصبح منتخب واللي صوتوا عليك مش على المغاربه لي سيتويان بلج، ها كيصوتوا عليه كل شيء. اش كتبقى مشاركه؟ المشاركه في نوعين، غنقولوا اون بو اكسبتي، لان كاين المغاربه اللي ما جنسيش، ها لان الان ما عمرني شفت واحد الديناميكيه كاينه هنا في بلجيكا اللي كتقول لك خصنا كالكوزا كي سون تانتيريسي، ها جو نو سي با بار ان بوفوار ماتيريال، ها الى اخره، باغيين يترشحوا باش يخديو المصالح ديالهم، ها في البلاد سيتو ياك. اما دو دير غادي يخدموا المسائل ديال الهجره، ها هذا ما كنقولش لا، ولكن ما كنظنش. علاش؟ اولا انا بالنسبه لي شفي داكور كل مغاربه من اصل مغربي يشاركوا في الانتخابات البلديه سون لو دروا اليجيبيليتي، ماشي غادي يطلع ولي مرشح حنا خصو يطلع برلماني هنا ويطلع برلماني في المغرب، فهمتي ولا راهي فو با؟ ما غاديش نبقاو نقولوا غادي نواسي سوسيسوني هذه الهجره تظهر لي. ولكن حنا من اصل من اصول مغربيه مازال ما مأهلينش، ها مازال ما مأهلينش حنا ها للمشاركه في الانتخابات، لان المشاركه ما عمرش شي حزب سياسي مغربي شي زعيم سياسي مغربي كالكان كي بورتون الاحزاب السياسيه المغربيه بحال ها بحال هادشي اللي كطيح ولكن لا فائده. ما عمري سمعت جاو واحد القاعه شدوا قاعه 1000 شخص 1000 1000 بيرسون و 200 ولا 2000 ولا 3 ولا 4، حنا جاليه قويه، حنا اصبحنا اصبحنا من عددنا من المدن المغربيه الكبرى هنا في بروكسل، بروكسل الاصل. مي ما عمرش شي واحد يوم جا وقال لك غادي نناقشوا هذا الموضوع ونخلقوا شي لجنه ونخلقوا شي هيئه بور بريباري لي ماروكان ا بارتيسيبي، ها وباش يساعدوا بلادهم.